سلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الأكيلة. اليوم جايبة لكم وصفة كتير رائعة هندية بامتياز، البرياني. البرياني هو رز مع دجاج، أو فيكم تستعملوا اللحمة أو السمك. اليوم راح نحضرها بالدجاج ومعها سلطة الخيار بالزبادي. خليكم معنا راح نشوفوا تفاصيل أكثر. بنشوف غرام مصلى كاملة، راح نشوف مكوناته. هذا مجموعة كاملة، بس في أكيد بيكون أغلبيات المكونات عندكم بالبيت. فالمكونات عبارة عن فلفل أسود، شومة راح أشرح عنه، قرفة، هيل، قرنفل، نجوم اليانسون راح تشوفهم في الصورة، ورق الغار، وجوز الطيب. فالشومر أو الشمر هما عبارة عن حبوب، لما بتزرعوها بيعطوكم هالخضرة اللي هي الشومر، أو بنسميها نحن في المغرب البسباس. كمان راح نحتاج التوابل اللي بتكون مطحونة، برقوق كامل، فلفل أحمر حار، جنزبيل، بصل، ثوم، كركم، قرفة، هيل، مسحوق قشرة جوز الطيب ومسحوق جوز الطيب. يعني القشرة والجوز الطيب نفسها لهم يعني ذوق مختلف. وكمان عندكم مسحوق المانجو، قرفة، هادو محسنات يعني للنكهة. وعندكم ورق الغار، فلفل أسود. هذه المكونات إذا بتطحنوهم أو تشتروهم جاهزين، أو إذا عندكم مطحونين بالبيت فيكم تستبدلوه أو تشتروها جاهزة، فلكم الخيار. وأكيد رح نحتاجوا 2 زبادي أو يوغورت لنستعملوه مع هالمكونات اللي هي مطحونة. وأكيد إذا ما توفر عندكم أي مكون من هالمكونات ما تخافوا، راح تزبط معكم الأكلة. يعني حتى لو مكون أو 2 ما عندكم، ما توقفوا، فيكم تعملوا الأكلة وراح تطلع أكيد طيبة. هالمكونات الصحيحة بنستعملها للأرز، والمكونات المطحونة أو توابل مطحونة بنستعملها للدجاج. المهم بعد ما مزجت كل شيء مع الياغورت حطيته على الدجاج، يستحسن أنكم تعملوا الدجاج يعني ليلة قبلها. إذا ما معكم وقت ممكن تعملوها ساعة، ساعتين، نص ساعة قبل الطبخة. نحتاج لبصل. بصل بحط عليه نشا او دقيق عشان يتقرمش اكتر. هون بقليه على نص الاول والنص التاني، لازم ما يكون الكمية كبيرة في الطاسة عشان ينطبخ معكم كويس او يتقلى معكم كويس. بعدين راح نحتاج لمية سخنة، بحط عليها توابل او المكونات الصحيحة عشان احط بعدين الرز فيهم. كل هالمقادير اكيد راح اخليها لكم في صندوق الوصف. هون حطيت مرقة الدجاج، كان لازم احطها في الاول بس نسيت، بس معلش يعني فيكم تحطوها بعدين. المكونات الصوص عبارة عن كزبرة خضراء، بصلة، زنجبيل فريش، وعندكم طماطم، معجون الطماطم كمان، وتوم. وهنا بنقلي البصل، كمان برشنا الزنجبيل الفريش، وكمان قطعنا التوم لقطع كتير صغيرة، بنشوحهم كتير مع بعض ليدبلوا. بعدين بنضيف طماطم المقطعة مكعبات، أنا بشيل القشرة، بس فيكم تخلوها إذا بتحبوا. بعدين بضيف معجون الطماطم، بخليهم يتسبكوا كتير كويس ليتجانسوا مع بعض. بعد ما يتسبكوا بضيف عليهم مسحوق الكزبرة ومسحوق الكمون، ملعقة صغيرة. بعدين بحركهم كتير كويس مع بعض.
بكون بضيف الدجاج اللي هو متبل باليوغورت والتوابل البرياني، بخليهم يتجانسوا شوية مع بعض، بعدين بدون ما أضيف عليهم مية ولا شيء على نار متوسطة بغطيهم وخليهم لمدة 15 دقيقة. بعد ما غطيتهم لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة بضيف البقدونس أو سوري الكزبرة الفريش، فيكم تستعملوا بقدونس بس هي تيجي أطيب بالكزبرة. بعدين بضيف البصل اللي هو قليناه من قبل، هذا بيعطي طعم خرافي خرافي عن جد. حركهم ليتجانس الكزبرة مع البصل المقلي مع الدجاج والصوص، كله هالقصص لازم تتجانس مع بعض لتعطيكم أحلى طعم. المرحلة بضيف المية، يعني ممكن تقولوا كاس صغير مية، بخليهم كمان عشان هيك يعني قبل ما أضيف الرز بدكم تضيفوا يعني كاس صغير. الرز اللي حطيناه اللي هو سلقناه قبل بسلقناه 80%، يعني ما لازم يكون مطبوخ 100%، بنضيفه بدون المية تبعه أكيد، بنضيفه على الصوص اللي عملناه، بنحط فوقه البصل المقلي اللي حطيناه اللي قليناه، بنحط كمان البقدونس أو الكزبرة، بعدين هذا مية تبع الزعفران، أنا ما كان عندي زعفران فريش، كان عندي مكعبات وفلفل. بالنسبة للناس اللي بحبوا الفلفل ممكن تقلوه من الأول مع الطماطم اللي قليناه في الأول، بس أنا ما بحبه لما يكون حار كتير. بعدين بغطيه بالورق الألمنيوم وخليه على نار كتير هادية لمدة 15 دقيقة. وفي هالأثناء لبين خلص معنا البرياني بنجهز سلطة الخيار بالزبادي. المقادير عبارة عن حبتين من الخيار، علبتين زبادي 300 جرام، عندكم ملعقة بقدونس، وعندكم فص أو فصين ثوم مبروشين، ونص ليمونة، وبنستعمل ملعقتين من الماء البارد وملح وفلفل. بنخلط كل المكونات مع بعض، صراحة السلطة رائعة، جربوها كتير كتير كتير، يعني خصوصا لما تعملوا هيك أكلة فيها حد وسبايسيز وهيك، هذه أحسن أحسن سلطة لهيك طبق. بعد ما مر 15 دقيقة شلنا ورق الألمنيوم وطبقنا صار جاهز للتقديم. كان هذا بالنسبة لطبختنا لليوم، شفنا البرياني الجميل الهندي وشفنا سلطة الخيار بالزبادي أو بالياغورت. أتمنى تجربونها بالبيت وتأكدوا رح تطلع معكم كتير كتير طيبة. شكرا كتير على المتابعة، وأتمنى أشوفكم في فيديو تاني، وأقول لكم مع السلامة. باي.